انا كده بعمل غرزة البليسيه التريكو، اللي هي تريكو بابرتين، بشتغل اتنين عدل من تحت، غرزتين مقلوب. انا دلوقتي بشتغل غرزة مقلوب بالفتلة فوق، وبشتغل اتنين مقلوب الفتلة بنزلها تحت، وبشتغل اتنين عدل، يبقى الشغل من تحت الفتلة تحت، وبشتغل اتنين عدل بلف الفتلة فوق طريقة جي، وبشتغل اتنين مقلوب بنزل الفتلة تحت وبشتغل اتنين عدل، دي اسمها غرزة البليسيه. وانا شغالة كده بلوفر، احنا اصلا الغرزة دي بنعملها في الكود بتاع البلوفرات من تحت، فانا هنا طالعة بيها كلها البلوفر كله، بعمله اتنين واتنين بالطريقة دي، ودي شكلها اتنين عدل واتنين